أو بالحريق الذي شب في تبسة، وبتحديد الحريق المهول الذي شب في وحدة إنتاجية متخصصة في إنتاج وتسويق الزرابي والأفرشة والسجاد تتواجد على مستوى منطقة النشاط والتخزين بطريق عنابة ولاية تبسة، مما أدى إلى تسجيل خسائر مادية معتبرة في المنتوج الموجه للبيع والمواد الأولية، إضافة إلى تعرض مقر الوحدة إلى أضرار بليغة بفعل قوة ألسنة اللهب التي اندلعت في حدود الساعة 4 صباحا وبقيت ساعات طويلة. التغطية لسليم مدريد. في حدود الساعة 4:50 من صباح اليوم انطلق مركز تنسيق العمل لنداء مفاده حريق بمصنع السجاد والزرابي، وعلى اثر هذا النداء تداخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بست شاحنات اطفاء مدعومة بوحدات قطاع ومراكز متقدمة وبعض الوحدات الثانوية بتعداد اجمالي للشاحنات وصل الى 12 شاحنة اطفاء وحوالي تعداد 50 عون. عملية الإطفاء ما زالت متواصلة ونتحكم فيها بنسبة 80%. الأسباب تبقى مجهولة. العملية راهي متواصلة وإن شاء الله نقوم بالإقامة تاعها في أقرب وقت إن شاء الله.